الفيمر بقى يا جماعة، أول خطوة برضو عايز أعرف ميديال ولا لاترال، وأبر ولا لور، وأنتيريور ولا بوستيريور. طبعا الراس بتاعت الفيمر اهي، الراس دي بضرب بيها عصفورين بحجر واحد. ازاي؟ الراس بتبقى فوق والراس بتبقى ميديالي، يبقى انا عرفت فوق وميديالي عن طريق الهيد. طب اعرف ازاي قدام من ورا؟ بصوا يا جماعة للور اند، اللور اند اهي، بص الباك بتاع اللور اند عامل ازاي. الباك بتاع اللور اند بيبقى فيه حفرة واضحة جدا جدا جدا، الحفرة دي ما بين الميديال كوندايل واللاترال كوندايل، اسمها انتر كوندايولر نوتش. يبقى الانتر كوندايولر نوتش دي العلامة اللي بعرف بيها الباك بتاع الفيمر. يبقى لو النوتش مش موجودة يبقى ده الفيمر من قدام اهي. تعالوا بقى يا جماعة نجيب العلامات وركزوا قوي، لأن طريقة العلامة نفسها فيها لعب شوية. ازاي؟ نمرة واحد، لو العلامة جت على الشفت من قدام، بصوا يا جماعة العلامة واخدة حوالي تلات أرباع الشفت ازاي؟ دي اسمها فاستس انترميدياس، فاستس انترميدياس. طب افرض العلامة جت في الشفت من تحت الربع اللي تحت، وبصوا يا جماعه العلامه تبقى عامله ايه؟ مش بقع على بعضها، لا، نقط، نقط جنب بعضها. دي عضله بتنزل تمسك في مفصل الركبه، وكلمه مفصل يعني ارتيكولر او جينيكولر، عشان كده اسمها ارتيكولار الجينيو، ارتكيولار الجينيو. يبقى لو علامة كبيرة خدت تلات ارباع الشفت دي الفاستس انترميدياس، لو خدت النقط اللي في اللور بارت بتاع الشفت دي عضلة اسمها ارتكيولار الجينيو. حلوة قوي قوي، نكمل. الكلكوعة دي اسمها جريتر ترو، سوري، ليسر ترو كانتر. لو الليسر ترو كانتر اتعلم دي تبقى عضلة اسمها اليوسوس. يعني ايه يا جماعة اليوسوس؟ يعني التندون المشترك اللي بين الالياكس مصل والسوس ميجور، عشان كده بنسميه اليوسوس. ادي ثلاث علامات. طيب لو ده الليسر تروكانتر يبقى الكبير التاني ده جريتر تروكانتر. الخط اللي بين الاتنين تروكانتر اسمه انتر تروكانتر كلاين، انتر تروكانتر كلاين. بص بقى، لو العلامة اترسمت في اللور بارت بتاع الانتر تروكانتر كلاين، ده مش كده وبس، ولفت رجعت ورا اهي يا جماعة، ده مش كده وبس،
ده نزلت كمان خدت اللينيا أصبرة. وإيه يا جماعة اللينيا أصبرة دي؟ ده البوستيريور بوردر بتاع الفيمر، اسمه لينيا أصبرة أهو. يبقى تاني، لو العلامة خدت اللور بارت بتاع الانتر تروكانتر كلاين ولفت، شايفين يا جماعة اللفة؟ مين شاطر يقول لي ايه الحاجة اللي موجودة عند اللفة؟ الليسر تروكانتر. لفت رجعت ورا وخدت اللينيا أصبرة، دي تبقى الفاستس ميدياليس. فاستس ميدياليس. طب افرض العلامة خدت الابر بارت بتاع الانتر تروكانتر كلاين، طب وبعدين؟ ولفت حوالين الجريتر تروكانتر اهي، طب وبعدين؟ رجعت ورا ونزلت خدت اللينيا أصبرة، دي يبقى اسمها فاستس لاتراليس. تاني، لو العلامة خدت الأبر بارت بتاع الانتر تروكانتر كلاين ولفت حوالين الجريتر تروكانتر ونزلت خدت اللينيا أصبرة، دي تبقى الفاستس لاتراليس. طيب افرض العلامة اترسمت تحت الليسر تروكانتر حوالي سنتي ونص. الليسر تروكانتر اهو يا جماعة، شايفين العلامة الزرقاء؟ واضح ان طولها سنتي ونص، وبدأت تحت الليسر تروكانتر على طول، دي تبقى بيكتينياس مصل. بيكتينياس مصل. طب افرض العلامة الحمراء دي يا جماعة بدأت تحت الليسر تروكانتر على طول؟ لا، دي بدأت بعد الليسر تروكانتر بمسافة ونزلت وصلت للأبر بارت بتاع اللينيا أصبرة. ما دام خدت الأبر بارت بتاع اللينيا أصبرة وبدأت تحت الليسر تروكانتر، يبقى دي اسمها الدكتور بريفس. يبقى لو سنتي ونص تحت الليسر تروكانتر دي تبقى البكتينياس، لو بدأت تحت الليسر تروكانتر بمسافة ووصلت للأبر بارت بتاع اللينيا أصبرة دي تبقى الأدكتور بريفس. طب افرض اترسمت في نص اللينيا أصبرة بالظبط، يعني ايه يا دكتور؟ يعني هنا يا جماعة في نص اللينيا أصبرة، لو في نص اللينيا أصبرة دي تبقى الأدكتور لونجس. الدكتور لونجس اهي في نص اللينيا أصبر. طب افرض العلامة، بصوا يا جماعة اهي، خدت اللينيا أصبر ماشي، طب وبعدين؟ ونزلت ميديالي
ناحية الميديال قنضير، وبعدين وخدت كمان الكلكوعة اللي على الميديال قنضيل اللي اسمها الدكتور تيوبركل. يبقى بصوا يا جماعة، العلامة دي بدأت فين؟ بدأت في نص اللينيا أسبرا ونزلت ميديالي لغاية ما وصلت للكلكوعة اللي على الميديال قنضيل اللي اسمها الدكتور تيوبركل، أو العلامة اترسمت في الدكتور تيوبركل بس. الإجابة نفس الإجابة، دي عضلة اسمها الدكتور ماجنس. يبقى لو العلامة خدت نص اللينيا أسبرا ونزلت ميديالي وخدت الأدكتور تيوبركل، دي تبقى الدكتور ماجنس. إنما لو خدت الأدكتور تيوبركل بس برضو اسمها الدكتور ماجنس. طب افرض مش دي يا جماعة اسمها لينيا أسبرا؟ لو انت طلعت مع اللينيا اسبرا لفوق، شايفين الكلكوعة الكبيرة دي؟ ده انا طب حد يقدر يقول لي انا كده طلعت مع اللينيا اسبرا لفوق عكس الراس، يعني انا كده طلعت لاترالي. الكلكوعة دي كلها اسمها جلوتيال تيوبروستي، وبيمسك فيها الجلوتياس ماكسيمس. جلوتيال تيوبروستي ويمسك فيها الجلوتياس ماكسيمس اهي. حلو قوي قوي. تعالوا بقى ننزل نروح اللور اند. ركزوا قوي قوي يا جماعة معايا في اللور اند. لو العلامة جت تحت، أول حاجة تعملها لازم تحدد اللاترال قنضير. اللاترال قنضير أهو يا جماعة عكس الراس. طب وبعدين يا دكتور؟ وحدد أكتر حتة بارزة، أكتر حتة بارزة على سطح القنضيل أهي. أكتر حتة بارزة دي اسمها لاترال إيبي قنضيل. يبقى ده على بعضه اسمه لاترال قنضيل. الحتة البارزة اللي عليه اسمها لاترال ايبي كوندايل، لازم تحددها. لو العلامة جت تحت اللاترال ايبي كوندايل، دي تبقى بوبليتياس مصل. بوبليتياس مصل شرطها ايه؟ العلامة تحت اللاترال ايبي كوندايل. طب لو العلامة فوق اللاترال ايبي كوندايل، لو فوق اللاترال ايبي كوندايل دي تبقى لاترال هيد اوف جاستروكونيميوس. لاترال هيد اوف جاستروكونيميوس. طب العلامة دي يا جماعة اهي، دي فوق اللاترال كوندايل نفسه. لو فوق اللاترال كوندايل نفسه تبقى دي البلانتارس. بلانتارس. انما لو فوق الميديال كوندايل نفسه اهي، فوق الميديال كوندايل اهي، ميديال هيد اوف جاستروكونيميوس. ميديال هيد اوف جاستروكونيميوس.
تاني يا جماعة، لو العلامة جت في اللور اند وانت عرفت ان ده اللاترال كوندايل عكس الراس، حدد النقطة البارزة اللي على سطح الكوندايل اسمها لاترال اي بي كوندايل. لو العلامة تحت اللاترال اي بي كوندايل دي تبقى بوبليتيس، لو العلامة فوق اللاترال اي بي كوندايل دي تبقى لاترال هيد اوف جاستروكونيميوس، لو العلامة فوق اللاترال كوندايل نفسه دي تبقى بلانتارس، لو العلامة فوق الميديال كوندايل نفسه دي تبقى ميديال هيد اوف جاستروكونيميوس. شوية حاجات سريعة قبل ما أقول حاجة مهمة لسه. دلوقتي يا جماعة أنا معايا اتنين كوندايل، لو العلامة اتحطت على الكوندايل بس مش على الحرف من جوه، سواء هنا أو هنا، هنا أو هنا، لو العلامة اتحطت على السيرفس ده أو السيرفس ده، يعني عند الانتر كوندايولر نوتش، احنا يا جماعة مش سمينا النوتش دي انتر كوندايولر نوتش، لو العلامة اتحطت على الانتر كوندايولر نوتش اعملها كروشيت ليجامنت، كروشيت ليجامنت، كروشيت ليجامنت. انا قلت اكتر نقطة بارزة على سطح الكوندايل اسمها اي بي كوندايل، يبقى النقطة دي اسمها ايه يا جماعة؟ لاترال اي بي كوندايل. لو العلامه اتحطت على اللاترال اي بي كوندايل نفسه ده ليجامنت اسمه فيبيولار كولاترال ليجامنت، فيبيولار كولاترال ليجامنت، يبقى على اللاترال اي بي كوندايل نفسه ده يبقى فيبيولار كولاترال ليجامنت. طب افرض العلامة اتحطت على الميديال اي بي كوندايل نفسه، واحنا قلنا الاي بي كوندايل النقطة البارزة على سطح الكوندايل، لو العلامة اتحطت على اللاتر على الميديال اي بي كوندايل نفسه ده يبقى تيبيال كولاترال ليجامنت، تيبيال كولاترال ليجامنت. طب بصوا دي يا جماعة، الراس اهي، شايفين الحفرة اللي في الراس دي؟ الحفرة اللي في الراس دي اسمها فوفيا، فوفيا، ويبقى الليجامنت اللي ماسك في الفوفيا اسمه ليجامنت اوف فوفيا، ليجامنت اوف فوفيا. اعمل ايقاف بقى، اعمل ايقاف بس. دلوقتي يا جماعة الكلكوعة دي الكبيرة دي اسمها جريتر ترو كانتر، جريتر ترو كانتر، لازم نعرف على الجريتر تروكانتر 6 عينات. يلا يا جماعة كده انت بتبص على الجريتر تروكانتر من ورا. طب وانا عرفت ورا ازاي؟ عن طريق النوتش دي يا جماعة اللي سميناها انتر كوندايلر نوتش. لو العلامة جت على الجريتر تروكانتر من ورا، مش ده يا جماعة الجريتر تروكانتر،
وده الليسر تروكانتر. الخط اللي بينهم ده اسمه انتر تروكانتر الكريست، انتر تروكانتر الكريست. شايفين الكلكوعة دي؟ شايفين الحتة الاليفيتد دي، الحتة المرتفعة دي؟ الحتة المرتفعة اللي في نص الانتر تروكانتر الكريست ده تيوبركل اسمه كوادريت تيوبركل، وبيمسك فيه عضلة اسمها كوادريتاس فيموريس. كوادريتاس فيموريس، يبقى الكوادريتاس فيموريس في نص الكريست عضلة اسمها كوادريتاس فيموريس. ادي واحد. اتنين، لو انت بصيت على الانر سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر هتلاقي فصة اهي، الفصة دي على الانر سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر. الفصة دي ما دام موجودة في الجريتر تروكانتر اسمها انتر ترو، اسمها تروكانترك فصة، تروكانترك فصة فيها عضلة اسمها اوبتيوريتور اكسترنس، اوبتيوريتور اكسترنس، اوبتيوريتور اكسترنس. حلو قوي، يبقى انا كده عرفت اتنين، عرفت الكوادريتاس فيموريس وعرفت الاوبتيوريتور اكسترنس. يبقى الاوبتيوريتور اكسترنس دي موجودة فين يا شباب؟ موجودة في التروكانترك فصة. طب افرض العلامة جت على الابر بوردر بتاع الجريتر تروكانتر، ابر بوردر بتاع الجريتر تروكانتر، كلمة ابر الحرف المتكرر فيها هو حرف البي، العضلة اللي على الابر بوردر اسمها بايريفورمس مصل، بايريفورمس مصل، بايريفورمس مصل. طب خد العلامة دي، مش احنا قلنا يا جماعة لو العلامة جت في التروكانترك فصة دي تبقى الاوبتيوريتور اكسترنس. شوفوا بقى العلامة دي، لو العلامة جت just above التروكانترك فصة دي تبقى الاوبتيوريتور انترنس. تاني، يبقى لو في التروكانترك فصة نفسها دي الاوبتيوريتور اكسترنس، لو فوق التروكانترك فصة just above التروكانترك فصة على الميديال سيرفيس او الانر سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر و just above التروكانترك فصة دي تبقى الاوبتيوريتور انترنس، انترنس. انما لو في الفصة نفسها تبقى الاوبتيوريتور اكسترنس. اخر اتنين مصل، الجريتر تروكانتر اهو يا جماعه، واضح ان البقعه دي موجوده على الجريتر تروكانتر من قدام. لو العلامة موجودة على الجريتر تروكانتر من قدام دي تبقى الجلوتياس مينيمس،
جلوتيوس مينيموس. طب افرض العلامة جت على الصيد بتاع الجريتر تروكانتر. بصوا يا جماعة، الخط المايل اللي على الصيد بتاع الجريتر تروكانتر، لو العلامة جت على الخط المايل اللي على الصيد بتاع الجريتر تروكانتر، دي تبقى الجلوتيوس ميديوس. شايفين يا جماعة الحتة دي؟ الحتة دي اللي سميناها في النظري بوستروسيبيريور انجل. لازم علامة الجلوتيوس ميديوس تبدأ من أول البوستروسيبيريور انجل بتاعة الجريتر تروكانتر وتنزل خط ميل على الصيد، يبقى العلامة دي بتاعة الجلوتيوس ميديوس. يبقى لو على الجريتر تروكانتر من قدام دي تبقى الجلوتيوس مينيموس، جلوتيوس مينيموس. لو العلامة خط مايل على الصيد بتاع الجريتر تروكانتر وبيبدأ عند البوسترو سيبيريور انجل، دي تبقى الجلوتيوس ميديوس. ميديوس. شكرا.